السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، معلش يا شيخ، بالنسبة لحضرتك طبعا محرم إن الفلوس تتحط في بنك ولا في بوصة ولا في أي حاجة. فكان في بنات يعني صغيرين في السن يتامى كانوا بيعملوا اقتراض حسن، فاتنصب عليهم في كذا مرة إن هم محدش يديهم الفلوس يردها لهم. فإيه العمل؟ يسيبوا الفلوس زي ما هي في البيت ولا مثلا يشتروا حاجة يعملوا حاجة؟ حضرتك تنصح بإيه؟ يعني هما بنات توأم بنتين يتامى ومعاهم فلوس كانوا بيقرضوها الناس وبيردوها لهم، يقرضوها ويردوها لهم. آخر مرتين بالظبط ما ردوهاش، يعني الناس ما ردوش الفلوس، جم يشغلوها مع حد، الفلوس اللي تبعهم اتنصب عليهم او مش اتنصب عليهم، يعني هم لقوا ان الراجل بيديهم نفس قيمه القيمه الشهريه بتاعت الارباح، فقالوا عايزين فلوسنا ما رضيش يديها لهم. والله يعني امتنع عن الاعطاء ولا امتنع عن ان مش جاهزه الان؟ هو هرب عموما من المكان. الامر لله، السؤال عن ايه الان؟ يعني حتى يعني هي ظنت ان هي بدل يعني حطت في راسها دنيا يبقى دي عقوبه ان الفلوس ما ترددش، يعني هي كانت ان هي بتشتغل يعني فلوس، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. وفي نفس الوقت ما اقدرش اخد مثلا امانه احطها عندي في البيت وهي مبالغ. فايه راي حضرتك في الامر؟ يعني هذا تضام في البنك يعني كحفظ ولا ايه؟ يعني مستحرمين ان احنا نضعهم في البنك. لا، اذا وضعتهم في البنك سواء اخذت منهم فلوس خرجيها للفقراء او ما اخذت منهم فلوس لا باس، يعني خليها تحطها في البوسطة. ممكن بس ما تاخدش فلوس لها، كحفظ فقط. الله يسلم، اذا اخذت فلوس تعطيها للفقراء. خلاص.